يعني في هذه الزيارة بالذات إذا نأخذ التحديات اللي يعني واضحة من خلال الأجواء الحارة اللي ممكن أنه تؤذي الزائرين بشكل مباشر، ضربات الشمس وغيرها، وكذلك الجانب الآخر اللي هو جانب انتشار الأمراض اللي قد تنقل عن طريق الماء أو الغذاء أو عن طريق اللحوم، مثل ما تفضلت جنابك، مثل موضوع الحمى النزفية. موضوع الحمى النزفية صار عدة سنوات تسجل أعداد أكبر من العدد الحقيقي، حقيقة يعني وصلت إلى أعداد كبيرة. جهدت وزارة الصحة بكل إمكانياتها إلى الخطط والعلاج وتوفير الأدوية اللازمة، ولكن هذا الموضوع مثل ما تعلمون هو موضوع يتطرق أو يتعلق بموضوع البيئة بشكل خاص، يعني انتشار أنواع محددة من القراد. هذا القراد اللي موجود خصوصا بالقرى والأرياف ينقل المرض من الحيوانات إلى الإنسان، خصوصا الناس المتعاملين مع في تربية والتعامل مع الحيوانات.